فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا يقرأ في صلاة المغرب والعشاء والفجر يقرأ آيات الربا التي في سورتي البقرة وآل عمران، وقد استمر على ذلك لمدة 5 أيام في صلاة المغرب والعشاء والفجر. سألته عن ذلك فقال: من باب تذكير الناس بحرمة الربا، فهل فعله هذا مشروع؟ أي لا، ما نقول أنه غير مشروع، لأنه يقرأ القرآن، وفي مناسبة أيضا وهي هالأيام الاكتتاب في البنك الربوي. نعم، هو يقصد هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.